السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأثواب. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. اليوم عندنا تشكيله راقيه ديال الراندا المغربيه، يعني الجديد ديال هاد السنه هذه، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. يعني موديلات الاستفاده والتعرف على الجديد ديال الموديلات ديال الراندا المغربيه، جلابه والقفطان. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الموديلات راقيه، قفطان بالتوب ديال الجوهره، مخدوم براندة عريضه، كذلك قفطان بالتوب ديال كريب مخدوم براندة رقيقه مع الطرز ديال ليد. الموديل راقي ديال القفطان بالتوب ديال كريب، يعني مخدوم باللوينات، يعني لوينات متناسقة وراقية، للتكوين فكرة على الجديد وعلى الأشكال ديال الموديلات ديال الراندا المغربية بجميع الأنواع ديالها، جلابة والقفطان. قفطان بالتوب ديال جوهرة مخدوم براندا، جلابة بالتوب ديال مليفة مخدومة براندة عريضة. الموديلات راقية ديال الراندة المغربية، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. قفطان بالتوب ديال ساتان بالالوان مخدومة براندة عريضة، جلابة بالقفطان، جلابة مخزنية مخدومة بالقفطان براندة عريضة. الموديل كذلك راقي ورائع ديال الراندة المغربية، القفطان مخدوم بطريس، كذلك جلابة بالفصالة مخزنية مخدوم براندة عريضة مع دريس في القب وفي الكمام. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، إذا كنت أول مرة كتشاهدوا هذه القناة اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات. بالنسبة للمشتركين القدام، ما عليكم إلا تضغطوا على زر الإعجاب، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما على الجديد لإرضائكم. كما كتشوفوا جلابة بالتوب ديال كريب، قفطان بالتوب ديال كريب مخدوم براندة رقيقة مع الطرز الرباطي او الطرز ديال الليد، يعني هذا مخدوم بالطرز الرباطي، مخدوم باللوينات، يعني لوينات راقية وتناسق كذلك ديال الالوان، نقفيطين خفيف بالراندة بالطرز ديال الليد او الطرز الرباطي. كذلك قفطان بالتوب ديال الجوهره مخدوم براندة عريضه، كما كتشوفوا قفطان بالحزام مخدوم نص طوق براندة عريضه مع دريس في الكول وفي الكمام. دائما الموديلات الاستفادة والتعرف على الجديد ديال الراندة المغربية، الجلابة والقفطان ديال هاد السنة هادي. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الموديل راقي ديال القفطان المغربي،
القفطان بالثوب ديال الساتان حرير بالألوان. قفطان بالثوب ديال الجوهرة مخدوم بالران تاع الرضا، مخدوم كذلك بالصم مع ضريس في الكمام وفي الكول، من خدمة كذلك راقية ديال الراندة المغربية. كما كتشوفوا كيجي في اللبسة ديالو راقي ورائع، الموديل المناسبات. كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب بالقفطان، قفطان ديال الساتان بالألوان، مخدوم خدمة خفيفة من عند الكمام بدريس، والقفطان كذلك مخدوم بدريس من عند الكول والكمام، وفي الصدر خدمة كما كتشوفوا عريضة. كذلك قفطان بالجلابة أو بالسلهام، قفطين كما تشوفوا بالساتان حرير بالألوان، مخدوم نص طوق براندة عريضة، والفوق كما تشوفوا جلابة على شكل جلابة مخزنية كتبقى محلولة منبتة بالعقيق وبالحجر المهرس. الموديلات الراقية ديال هاد السنة هادي كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. قفطان بالتوب كذلك ديال جوهرة، مخدوم براندة عريضة نص طوق، طريس في الكول وفي الكمام. ما تنساوش الا كنتو اول مره تشاهدوا القناه اشتركوا معنا في القناه وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابه والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الاثواب. ما تنساوش كذلك تضغطوا على زر الاعجاب زر لايك كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد لارضائكم. كما كتشوفوا قفطان او جلابه بالتوب ديال الكريب بالطرز ديال الكمبيوتر او الطرز الرباطي مخدوم براندة رقيقه. كذلك جلابه خفيفه مخدومه بالملاقيه ديال الراندة بالشويشات. قفطان كذلك بالتوب ديال الكريب مخدوم خدمه رقيقه ديال الراندة ومنبت بالعقيق. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.